عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلال. متابعينا الكرام، نتواصل مع الشوط الحول المحليات الرئيسي لمسافة 6 كيلومتر. شوط طبعا خاص بالحول المحليات، ونفتتح الإذاعة بالغزية لأحمد البطيب الحميد الدرعية مركز الثاني. هناك نتواصل مع الشاعنية سلي بن حليط المركز الثالث. عندنا عالية لزايد بن علي بن ثعلوبة. نسير مع المركز الرابع، نتابع المركز الرابع مشاهدينا الكرام، نشوف الأوضاع في هذا الشوط. فهناك فارق المركز الرابع، عندنا شعار أبو سعيد بن علي متواجد راعي مهمها. ونكتفي بالنداء ونروح إلى الشعارات. يا سلام إلى الكوادر الأمامية. تحياتي الحمد بالحبروت الجنيبي يعطي الصحة والعافية، هناك متواجد متابعة هذه الشعارات. فخلونا هنا نتواصل مع المقدمة، مع الغزية أحمد بطيب بن حميد الدرعي المركز الثاني، شاهينية لسلي بن حليط بن حميد المركز الثالث، عالية هناك الزايد بن علي بن ثعلوبة. هذه الشعارات متابعينا الكرام الثلاثية التي تتواجد في هذا الشوط. أتمنى التوفيق للجميع. يا سلام ثلاثي واضح عند هناك أحمد بطيب بن حميد، وعند سلي بن حليط، وعند بالسالومية. نسير مع بقية الشعارات، مع بقية الأسامية. خلونا نتابع ونشوف الشعارات التي نراها في هذا الشوط متابعينا الكرام. قادمة أيضا شعار بن علي، ولكن ننتظر ولا نستعجل. خلونا مع الكادر، مع الحضور، مع الإبداع، مع التألق. ثلاثية، ثلاثية في الشوط. يا سلام يا سلام. هناك أحمد بن بطيب بن حميد، هناك بن حليط، هناك أيضا
خلونا هناك نتواصل مع الشوطه، نتواصل مع الغزيل احمد بن بطيب بن حميده، المركز الثاني الشاهنيه سليب بن حليط بن حميده، المركز الثالث هناك عاليه الزايد علي حمد ثعلوبه الدرعيه. يا سلام ثلاثيه واضحه في الشوطه، ولكن لا ندري من بيذهب الى بر الامان، لا ندري مشاهدينا الكرام الحضور الاداء التالق الثلاثيه. وهناك عاليه عاليه عاليه، يا سلام لزايد علي حمد ثعلوب الدرعيه. الله الله يا راعي، عاليه عاليه هي التي تسيطر في هذا الشوط، شوط لحول المحليات الرئيسيه. مركز الثانيه شاهنيه سليه بن حليط ابو عليه، مركز الثالث الغزيل احمد بطيب بن حميده الدرعيه. ناخذ لنا لفه على بقيه الشعارات لكي نرى هل هناك شيء اقتراب او تغيير، ولكن دائما نعشق الكوادر الاماميه والصداره، ولا زلنا في الحضور المميز مع عاليه زايد علي حمد ثعلوبه الدرعي. مركز الثاني جاهنيه سليم حليط حميد الدرعيه، مركز الثالث الغزيل احمد بطيب بن حميده الدرعيه. الله الله يا الشوط، يا الحضور، يا الابداع، يا التالق، لا ندري لمن سوف يذهب الناموس. 4 كيلو غادرا، 2 كيلو متبقيها، الحضور، الابداع، التالق، الاداء، ولكن عاليه هناك عاليه عاليه هي التي تقود المسيره. سلام علي، هناك زايد علي حمد ثعلوبة، والمتابعة هناك أبو حمد حمد بن حمد بالسالومية. المركز الثاني ثاني المراكز عندنا راعي الشاهنية سليب بن حليط بن حميدة. الله الله ثنائي شوط الحول المحليات الرئيسية. الله الله يا المسافة ويا التحضير ويا الإبداع ويا التألق، لا ندري لمن بيغادر الناموس. المركز الثالث راعي مهم احمد بن سعيد بن سيف، وصل بن علي، بن علي وصل الى المركز الثالث. سلام بو سعيد، سلام، وصل الى ثالث المراكز. وناخذ لنا لفه على بقيه الشعارات ونعود الى المقدمه، نعود الى الصداره، نعود الى عاليه. هناك عاليه في الصداره لزايد، هناك علي حمد ثعلوب الدرعيه، وعندنا سليم بن حليط. وتحياتي لعلي بن سليم بن حليط عن قرب متابع هذا الشوط بدون اي توامر، شوط الاشواط الاول. لمن بيذهب يا متابعينا الكرام؟ الحضور، الابداع، التالق، الاداء. سلام الراعي، عاليه عاليه في الصداره، عاليه الزايد علي حمد ثعلوب الدرعيه. الكيلومتر الاخير، مركز الثاني بن حليط، المركز الثالث بن علي. مهمه مهمه، هل بتنجز المهمه؟ مهمه وهي مهمه. الله الله، عاليه عاليه عاليه، وعند هناك بالسالومي في المتابعه هي التي هناك نحو الأمام تذهب بدون أوامر، تفز من ضجهم السماعة. سلام سلام، زايد علي حمد ثعلوب الدرعية. ها هي عالية عالية، نعم هم عالي مستواهم، شروات نيم الياها، غالي عندي غلاهم، راسخ ولا بنساها. خلونا مع عالية لعلي زايد علي حمد ثعلوبة الدرعية. سلام على الحضور والأداء. المركز الثاني عند هناك بن علي، راعي مهمة ولكن عالية هي التي تثبت الوجود وتنتزع الصدارة، زايد علي حمد ثعلوبة الدرعية. تحياتي لمحمد بن حمد بالسالومية في المتابعة في هذا الشعار. وسلام راعي عرقة، سلام. الله الله، خلونا هنا مع الشعار والحضور والإبداع بدون أي توامر. العصا في الإبطان، فارق كبير، الناموس الزايد علي حمد ثعلوب الدرعي، راعي عالي بدون أوامر، تنتزع المركز الأول بجسارة وجدارة. شوط الحول المحليات الرئيسي، الناموس الزايد علي حمد ثعلوب الدرعي. سلام راعي عالي، وسلام لبسالومي بدون أي توامر. توقيت 9:47.
35 جزء من الثانية. أما المركز الثاني فكانت فيه الشاهنية علي محمد حميد الدرع المركز الثالث، مهم أحمد بن سعيد بن سيف الدرع المركز الرابع، غزوة عبد الله سلطان الصريدي الدرع المركز الخامس، كانت همس محمد سليب الحمدو الدرع المركز السادس، شاهنية سليم حليات حميد الدرعي.